النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. سعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال 24 ساعة وخلال الأيام القادمة بحول الله. نهار اليوم سادة طقس مغبر في عموم المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض. يمكن ملاحظة ذلك من صور أقمار اصطناعية حيث تنتشر كميات من الغبار فوق مياه الخليج العربي. هذه كمية الغبار تنتشر في عموم المنطقة الشرقية أجزاء من المنطقة الوسطى لكن بأقل حدة، حيث بلغت الرؤية الأفقية في العاصمة الرياض خلال ساعات صباح اليوم حوالي 4 كيلومتر فقط، في حين كانت أقل من ذلك في المنطقة الشرقية. يوم غد بحول الله يتوقع أن تعود وتهب رياح شرقية نشطة على مدينة جدة هذه المرة، هي ما يعرف محليا باسم رياح الصبا، حيث تهب هذه الرياح متوقع أن تهب هذه الرياح خلال ساعات صباح يوم الاثنين في عموم منطقة جدة، أيضا في عموم منطقة سواحل البحر الأحمر. ستعمل هذه الرياح على إثارة الأتربة والغبار وأيضا تدني في مدى الرؤية الأفقية في عديد من المناطق بما فيها مدينة جدة. سرعان ما ستتراجع شدة هذه الرياح لتتحول الرياح إلى شمالية غربية ويبتعد الغبار عن تلك المناطق وتتحسن الرؤية الأفقية. بالانتقال إلى خرائط الغبار المتوقعة خلال ساعات صباح يوم غد بحول الله، كما ذكرنا هناك رياح شرقية نشطة مثيرة للأتربة والغبار في عموم منطقة المناطق المطلة على سواحل البحر الأحمر بما فيها مدينة جدة، حيث ستكون هناك الأجواء مغبرة نوعا ما خلال ساعات الصباح، لكن سرعان ما سيتلاشى هذا الغبار وتتحسن الرؤية الأفقية خلال ساعات ظهيرة يوم غد بحول الله. خلال الأيام القادمة بحول الله يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي في عموم مناطق المملكة. وننتقل الآن للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة. مع هذا الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة اعتبارا من الاثنين وحتى الأربعاء، الاثنين حوالي 25 درجة مئوية مع طقس صافي 12 درجة مئوية كحرارة دنيا، المزيد من الارتفاع يوم الثلاثاء 27-13، أما يوم الأربعاء حوالي 28-14 درجة مئوية. كملخص لما استعرضنا في نشرتنا هذا، كما ذكرنا هناك رياح نشطة مثيرة للغبار على مدينة جدة اعتبارا من ساعات صباح يوم الاثنين، هي ما يعرف محليا برياح الصبا. أيضا هناك ارتفاع على درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة، أيضا طقس مستقر ولا توقعات بهطول زخات الأمطار خلال هذا الأسبوع، لكن هناك مراقبة لحالة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع أن تؤثر على شمال المملكة وعموم المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الشرقية اعتبارا من نهاية الأسبوع بحول الله. سنتطرق لتفاصيل هذه الحالة خلال نشراتنا القادمة بحول الله. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب وأيضا تفعيل زر الجرس. إلى اللقاء.